سبحان الله، كل يوم نستفيد منه ونستزيد من العلوم، علوم نبينا وشفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وذاته وصفات جميع الانبياء كما صلت عليه الملائكه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هنا يقول وروي عنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال، يعني هذا من كتاب الجامع لاقوال ودروس الامام الكبير سيدي احمد الرفاعي، هديه مجانيه طبعا نفقه الحسيب النسيب الشريف احمد كامل ياسين رفاعي شيخ عموم الساده الرفاعي نقيب الاشراف جامعه مصر العربيه. اي هذا كان هو الوالد سيدي الاستاذ هاشم السيد احمد رفاعي الزين ابو شيخ الطريقه الرفاعي الصوفي اخوي ايوه محمد القاضي محمد سيدي الاستاذ رفاعي مهدى اللي راحوا بالالفينات واهداهم اياه. المهم احنا نستفيد من هالحديث لان نبينا شفينا طبعنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا. يقول انه قال كل يوم لا ازداد فيه علما يقربني الى خالقي، فلا بارك الله في صحبة ذلك اليوم. اذا كان مثل هذا المحتشم يطلب، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب زيادة ليه وهو في درج الترقي، الله يعني واصل لا في منزل الوصول النهائي، ولو كان في غاية لكانت نهاية، ولو تناهى لا نحصر ولا أنحصر لتجزأ، ولو تجزأ لفنا، ولو حصر سواه لكان عم منه، والحدث لا يكون عم من القدم. وكل هذه التقديرات سامحة لفظية وتقديرات كلامية. سبحان الله. اللي بعد بيت شعر والد عاجبه يمكن، فيا غائبا حاضرا في الفؤاد فليتك من غائب حاضري. وشكرا. احنا نستفيد منهم ونشوف الفهرس وهذا، يعني والله سبحان الله هذا هو فهرس اشوفه. هما كانوا اثنين الرفاعي الاشراف توفوا والله يرحمهم مع الوالد بعدين. الضالين امين. مقولة الحلاج 208 توسل دعوات مباركة. الفهرس كان الوالد كله اللي يبني خالد مهم.